شفنا ازاي الحقيقه الحضاره الغربيه اللي بيروجوا لقيمها الغربيه الغريبه ومبادئها واخلاقياتها سقطت سقوط شنيع ومريع، وده شفناه في ردود الافعال حوالين افتتاح مجاري باريس. هي دي حضاره الغرب ودي بدعتهم الفاسده اللي مش عايزين ينشروها ببلادهم، لكن كمان عايزين ينشروها بشكل اهم في موطن الأديان في البلاد العربية دي تحت دعاوى حرية شخصية، حرية التعبير وغيرها. عندهم هم ناس بتروج للأفكار دي يعني، وطبعا في الناس دي في عرب وفي مصريين يعني. احنا طبعا المصريين لازم نكون يعني في الطليعة الأولى يعني. خلال السنين الأخيرة من ساعة ما جه السيسي شفنا نماذج كتيرة جدا من اللي أطلقتهم علينا وسائل الإعلام اللي بنسميهم النخبة، بيتبنوا الأفكار الغربية بكل قذارتها بكل قذارتها، وبيحاولوا ينشروها بكل يعني قوة. على رأسهم طبعا شفنا خالد منتصر، إبراهيم عيسى، يوسف زيدان، إسلام البحيري، فاطمة نعوت، الشخصيات دي يعني. لكن من أكتر الشخصيات المثيرة للجدل واللي بتحاول تنشر أفكار هدامة وتضرب الأديان في عمق هو إبراهيم عيسى، اللي فجأة طلع له فيلم جديد اسمه الملحد، وده بوستر الفيلم. إبراهيم عيسى إنتاج أحمد السبكي، المخرج محمد العدل، مدير التصوير يا عم هات التاني يا عم الله يخليك التاني، مدير التصوير نزار شاكر، أمير عبد العاطي، رانيا إلى آخره، مكساج، موسيقى راجح داود، مهندس صوت زياد عزت. أنا يهمني البوستر يعني. الفيلم أثار جدل كبير خلال اليومين اللي فاتوا، ونشطاء كتير اتكلموا عن الفيلم وإزاي إبراهيم عيسى بيروج لأفكار الإلحاد زي البوستات دي يعني. أحمد عبد رب وهو بيقول إنه للأسف هينزل فيلم اسمه الملحد، وفكرة الفيلم عن شاب ابن شيخ سلفي، وده نشرت فكرة الفيلم يعني عن ابن شيخ سلفي، وكان أبوه بيعذبه من صغره في حفظ القرآن وكتب الحديث الستة، فكبر الشاب وتعقد وكره الدين وألحد وبقى مشتت في الحياة، لحد ما تعرف على واحد صاحبه إسلامي وسطي معتدل بيزني وبيشرب خمور، وعلمه أن الدين يسر مش عسر، والفيلم بيقفل على كده. والمطلوب من شبابنا تقلد هذا الشاب. الفنان الراحل مصطفى درويش رفض المشاركة في هذا الفيلم، الله يرحمه كان عنده مبدأ، إنما عادي محمود حميدة يعمل دور شيخ سلفي متحجر الأفكار، أحمد حاتم يعمل شاب ملحد مش هياخد أجور يبقى طز في أي مبادئ. طبعا الفيلم تأليف إبراهيم عيسى المعروف عنه كرهه للدين الإسلامي وكل أفكاره تدور حول مهاجمة الدين الإسلامي. الفيلم ده أكيد هيتعمل له دعاية ضخمة، لأن المنتج أحمد السبكي من أكتر الناس اللي أنتجوا أفلام شوهت المجتمع المصري، نشر أفكار البلطجة، ودلوقتي الفكر العلماني الموضوع خطة محكمة لنشر الإلحاد في الدول العربية ونشر المثالية سوري المثلية والاعتراف بيها. الفيلم ده لو الناس ما اتفرجتش عليه في السينمات هيفشل ومش تذكر التجربة. ياريت من دلوقتي الناس تقاطع تلك الأعمال الهدامة، بلاش تدفع ثمن تذكرة سينما عشان تشاهد عمل بيهاجم دينك، خليهم يخسروا ثمن إنتاج الفيلم ده. مثلا أحمد عبد ربه، فيلم الملحد تأليف إبراهيم عيسى محاولة جديدة لتشويه صورة الدين وتشويه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قاطعوا أفلام إبراهيم عيسى وبرامجه ورواياته فهي تصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. هو يعني الراجل قال الكلام ده يعني. واحد من نشطاء السوشيال برضو بيهاجم فيلم الملحد وبيحذر الأسر المصرية من تأثيرات الأفلام اللي زي دي على أفكار الولاد والبنات الصغارين. خلينا نشوف نسمع الراجل كده. ده فيلم الملحد بتاع إبراهيم عيسى، ده خلاص قرب اللي هو ينزل فيه دور العرض السينمائية في مصر عندنا. طبعا طالما عرفنا ان هو تأليف إبراهيم عيسى ومن خلال الصورة كده نقدر ان احنا نستنبط ونتوقع القصة بتاعته عن ايه، ان صاحب الوش المخيف المرعب اللي هو محمود حميدة ده تطرفه وبتعصبه وبالعنف بتاعه السبب الرئيسي في إلحاد ابو وش جميل وكيوت اللي هو احمد حاتم. طالما ده عليه مظاهر الالتزام لازم نخليه وشه كده مخيف ومرعب عشان يخوفها. ادام التاني ملحد وخرج من الملة ومن الدين يبقى لازم يكون وش كيوت كده وعسل وجميل.
جميل. ده مجرد توقع وتخيل، لكن انا اكاد اجزم بنسبه كبيره جدا ان القصه هي كده او قريبه من كده. ابراهيم عيسى معروف بقدحه في الثوابت، سواء في معاني القران اللي عليها اجماع من الامه او في الاحاديث بتاعه البخاري ومسلم، وانتم عارفين كويس الراجل سيناريست وكاتب روائي قوي، بحيث ان هو ينتجوا له افلام ومسلسلات كل سنه تقريبا فيلم وفيلمين. الحقيقه ان الروايات بتاعته ضعيفه جدا ومباشره جدا وممله جدا. يعني باختصار هي الافكار اللي بيطلع بيقولها برامبو بيكتبها في شكل روائي بطريقه مباشره ومملة. على ذلك هتلاقي في صراع كبير بين المنتجين على انتاج الاعمال بتاعته دي، اللي هي بالمناسبه ما بتحققش ارباح كبيره، كان في اتفاق على فرض افكار ابراهيم عيسى علينا بالعافيه. بالعموم احنا ما فيش في ايدينا غير اننا نحذر من الافكار دي كويس. خلي بالكم من الافكار الهدامه دي، وربوا اولادكم كويس على دين الله. انا طبعا الحقيقه فكره ان احنا نحكم على فيلم ما شفناهوش ما بحبهاش، لانك كانك بتحكم على كتاب ما قريتوش، بتحكم على حد انت ما تعرفش عنه الباقي. لكن تاريخ ابراهيم عيسى وهو اصلا وجود ابراهيم عيسى لم يعد له وجود الا على مهاجمه الدين الاسلامي. هو بياكل عيش من الحاجتين دول، من التعريض للنظام بعد ما ذبحوا له القطه وخلوه كلب ما يسواش تعريفه، والحاجة التانية بياكل عيش عن طريق واحنا شفنا قناة الحرة اللي استضافته في برنامج بتاعه اللي كانت بتصرف عليه الخارجية الأمريكية لنشر الإلحاد بين الناس. فتاريخ إبراهيم عيسى الحقيقة يعني خاصة بعد آخر مشروع لي اللي هو تكوين، اللي خلاص المشروع فشل، وكان توقعي الحقيقة ده، أنا توقعت إن التكوين دي اتضرب فيها مفك. يعني أنا قلت كده انتهى. أنا من هنا في البرنامج حذرت وقلت بصراحة يعني إنه جمعية تكوين اللي حول أستاذ إبراهيم عيسى بتنهار، وحصل فعلا. أهو أفكرك بالفيديو. فأنا رأيي إن اتحاد القبائل وتكوين اتضرب فيهم مسامير، أو النعش بتاعهم بيتجهز دلوقتي. رأيي إذا حصل ده مش هبقى أنا كويس وعبقري وكده خالص، يبقى كويس قوي من إدارة المخابرات المصرية انها تلم الناس دي عن الشعب، لان الشعب مش ناقص، مش ناقصين احنا بلاوي يا اولاد. فاذا كان ده حقيقي اللي انا بقوله ده، اذا كان بقول اهو، اذا كان حقيقي ان النعش بتاعهم بيتجهز والجنازه هتطلع كتامي في نص الليل، اوكي، يبقى الشكر موصول لجهاز المخابرات انه يلم الناس دي بقى. يا سيسي مش ناقصينك، لم العيال دي بقى. ايش تكوين على اتحاد قبائل؟ هي مش ناقصه عرف. ده كان كلامي يوم 24 مايو، وفعلا اتحاد القبائل خلاص بخ، تكوين انتهت. فابراهيم عيسى لازال نشط الحقيقه، لازال نشط لانه اكل عيشه. انا قلت لكم ابراهيم عيسى بيتقاضى فلوسه عشان حاجتين، التعريض للنظام والضرب في الدين بس، ما بيعملش اي حاجه تانية. ودور النشر مفتوح له، ومنتجين السينما الدنيا مفتوح له، يعمل فيلم اللي هو عايزه. عارف فيلم الملحد ده كان بيتصور من فتره طويله جدا، كان عندنا ممثل شاب اسمه مصطفى درويش رحمه الله عليه، قرر الانسحاب منه لانه مصطفى بعد ما قرا السيناريو اكتشف ان الفيلم اداه للحرب ضد الدين، وده البوست اللي كتبه في فبراير 22 اهو مصطفى درويش. قررت أنا مصطفى درويش الله يرحمه بمقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام 22، يعني بقاله الفيلم سنتين بيتصور، بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى، لأنه واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا ما أقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني، ولو الثمن هيكون إيه. آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده. ملحوظة، فيلم الملحد قصة ما فيهاش أي حاجة شجع الإلحاد، عشان بس إيه، احترام لصناع العمل وأبطاله. ده كان آخر بوست كتبه الله يرحمه مصطفى درويش قبل ما يتوفى. كتب إن أنا ما أقدرش أقعد مع أتعامل مع إبراهيم عيسى. والحقيقة إن دي مش أول مرة من إبراهيم عيسى يثير جدل بأفلامه أو مسلسلاته اللي بيألفها، عشان هو دايماً بيعمل كده، زي مثلاً الضيف، أو فيلم مولانا، أو صاحب المقام، زي مثلا مسلسل رديء اسمه فاتن أمل حربي
ولا أرى حقوق ولا أرى قوانين. اتفضل. عشاء مع العدو، كيف أثار الفيلم المصري الضيف جدلا حول الإسلام والحجاب؟ فيلم صاحب المقام، الإسلام الذي يريد إبراهيم عيسى. الفيلم المصري مولانا يثير الجدل بشأن علاقة الدين بالدولة. مسلسل فاتن يثير جدلا دينيا ويواجه اتهامات بالإساءة الإسلام. هو ده إبراهيم عيسى، هو ده. كيف يروج إبراهيم عيسى أفكاره عبر الفن؟ مش أفكاره، ما عندوش أفكار. أنت بتظلم إبراهيم عزيزي المشاهد المصري، أنت بتظلم إبراهيم عيسى لو قلت عنده أفكار. هي السبوبة، هو الراجل لقى مكان يجيب منه فلوس. المكان ده عنده أجندة اللي هو الخارجية الأمريكية، فمش أفكاره خالص. الراجل لقى سبوبة حلوة كده وطرية وبالدولار، والخارجية الأمريكية اعترفت، وهم أصلا أنشأوا قناة الحرة دي عشان كده. فالراجل دي مش أفكار. أفكار إبراهيم عيسى أيام ما كان شغال في الدستور، أيام ما كان عامل نفسه تقدمي وعامل نفسه مع المواطن ومع الوطن العربي ويكتب في الحكام العرب، لا الحكاية ما تأكلش عيش. طب يا جماعة شوفوا لنا حتة تأكل عيش، شوفوا لنا بلد خبزة. فراح لقى القصة دي. بس محاولات إبراهيم عيسى الكلام عن الدين وثوابته ومحاولاته بس أفكاره مسمومة في العمل. هو شغال على الحتة دي، دي مش أفكاره، ده سوق موجود يا جماعة. على فكرة انتوا عودوا كلموا الشيخ عصام تليه، ما تعرض عليه ايه، كلموا اي شيخ ديني لطيف كده. القصة ان في ناس بتصرف على القصة دي وموجودة، يعني انت عايز تروح روح. ازاي واحد عايز يعرض؟ ما سهل جدا تروح دلوقتي عند نظام السياسي تعرض له. اسهل حاجة على اي اعلامي موجود مكاننا هنا انه يقول لهم هرجع. يا سلام، تتفتح له الابواب ويقبض وبتاع وتعمله برنامج ما يتشافش مش مهم، بس الثمن انه يشتم فيه في التيار ده بتاعنا وانه يطبل السيسي. بس مش افكاره. ابراهيم عيسى مش بيستخدم الفن وافلام السينما والتلفزيون عشان ينشر افكاره. ده كمان برنامجه مليان من الافكار اللي هي يعني بتطعن في ثوابت الدين، زي ما عمل لما انكر، مش عايزين نجيب الكلام ده، رحله الاسراء والمعراج والكلام ده وعذاب القبر وتشكيكه في كل الكلام بتاعه ده. ده وصلت بيه البجاحه انه يتطاول على ايات القران الكريم ويستهزئ بها، زي ما قال هلك عني سلطانيه الورده في سوره الحقه. اسمع كده. بفصائل كثيره جدا انتخبت مرسي كراهيه في شفيق، لا اللي انتخب شفيق كراهيه في مرسي، ولا تخول لمحمد مرسي انه يغير شكل مصر وانه يدعي لنفسه سلطانه. هم اقراوا كتابيه، هم سلطانيه 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 سلطانيه، لا ده سلطانيه مش سلطانيه، لا سلطانيه. الراجل ده مش افكار والله. اهو هاتوا الاستاذ حافظ المرازي بيقول ازاي الخارجيه الامريكيه برامج ابراهيم عيسى واسلامية كانت بتمويل امريكي. الاستاذ حافظ المرازي ده اعلامي كبير وفي امريكا. قال حافظ المرازي الصحفي العين على حساب، على حسب تصريحات نشرتها جريدة السور، أن الإدارة الأمريكية قد صنعت برنامجين بأموال طائلة لإبراهيم عيسى وإسلام البحيري لنقد النص الديني الإسلامي. أنا ما جبتش حاجة. وأضاف المرازي أن تلك السياسة التي تخص المجتمعات العربية تتم من خلال الوكالة الأمريكية للإعلام الأمني والتي تشرف على قناة الحرة. ده يا بيه مش أفكاره. أفكار إبراهيم عيسى ارجعوا للدستور اللي كان فيه بلال فضل وإبراهيم عيسى. كان الراجل عنده أفكار ضد الظلم المجتمعي، ضد الطغاة، ضد التيجان العربية. كان الراجل دي أفكاره بقى. أول بقى ما جات الحكاية هو كان عنده طموح من بدري أنه يطعن في البخاري والحاجات دي. لما لقى بقى حد يصرف عليه اشتغل بقى الراجل. هو إبراهيم عيسى ليه أدخل أجزخانة ألاقي صيدلي بيقرأ قرآن بدل ما يقرأ مرجع أدوية؟ وصل بي لم أرى حكمة في الصوم رمضان وقرار سيادي من الله. البعض يروج في الوقت الحالي إلى أن سبب الغلاء الأسعار ورفع الحجاب وتبرك بعض السياسة مثلما يقال، ولكن الحقيقة مصر لم تعرف الغلاء إلا بعد فرض الحجاب منذ نهاية السبعينات وحتى الآن، وحتى الدولار تفوق على الجنيه بعد فرض الحجاب. أي هكس، أي كلام في البدنجان، أي هكس، أي حاجة يستفز بيها مشاعر الناس.
لأنه بيقبض على كده. أي حاجة خصوصا في الصعيد، لما قال إن الستات كانوا بيلبسوا المايو عادي في مدن الصعيد في الستينات، أنا عمري ما سمعت ولا شفت الكلام ده وأنا راجل صعيدي أصلا. اسمع، من مواليد لغاية سنة 70 75، أنا أؤكد لك إن لك إنه صورة لجدتك بالمايو وصورة لوالدتك قط وبالمايو، وأؤكد لك. كنت فين بقى؟ في المنيا، في الصعيد، في سوهاج، في أسيوط، في بلطيم، في الزقازيق، في المنصورة، في المنوفية، في صورة لست والدتك أو لست جدتك لابسة المايو أو لابسة القط أو لابسة الميكروجيب. وأحب أقول لك إنها لا كانت عاصية ولا فاسقة ولا فجرة ولا كفرة ولا متبرجة ولا سافرة ولا كل بقى المصطلحات اللي غرسوها في السبعينيات ولغاية دلوقتي في دماغك وفي ذهنك. يا راجل، ده انت ايه اللي بتقوله ده؟ يا امك كانت بتلبس مايو؟ امك يا ابراهيم في المنوفيه كانت بتلبس مايو؟ انا بكلم ابراهيم عيسى. اذا كانت امك كانت بتلبس مايو، امك لها كل الاحترام والتقدير منا يعني. لكن اذا انا امي ما لبستش مايو، وامي بقى ما كانتش صعيديه، امي كانت من الدرب الاحمر في القاهره، وكانت بتشتغل في وسط البلد. امي ما لبستش مايو، عمري ما فيش صوره ولا اسمع ولا امي راحت اصلا مصيف اصلا. يعني امي ما عدتش على اسكندريه الله يرحمها، وامي من القاهره. ابقى بالك بقى بالصعيد، ابويا بقى وقرايبي وعماتي والناس دي، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. انت بتقول الكلام ده ازاي؟ ايه اللي من المنيا ومن الصعيد جدتك عندها؟ طب امال نعمل ايه في نجيب محفوظ اللي في الثلاثيه قصر الشوق بين القصرين والسكريه؟ الست امينه دي كانت ايه؟ على فكره عندنا في الصعيد، يا اسمه ايه هو؟ يا ابراهيم، عندنا في الصعيد اقسم لك لو شفت تجمع بشري ما تقدر تفرق الست المسيحيه من المسلمه، لانه نفس اللبس، الحرام الاسود نفس اللبس. انا مره قلتها لحد كان معايا في مستشفى كده، مستشفى عيون، قلت له تعرف تحدد اذا كانت الست دي مسلمه او مسيحيه؟ مستحيل مستحيل. انت الستات القديمه مش الجديده، القديمه كان صعب جدا، هو نفس اللبس اللي بتلبسه الست القبطيه هو اللي بتلبسه جدتي بالظبط، نفس الحرام الاسود، الطرحه تحته، ومش عارف ازاي، نفس القصه. جبت منين المايوهات دي؟ انا ما اعرفش انت جبت منين الكلام ده. وعشان كل السوابق السودة دي، كل عارف ان ابراهيم عيسى هيستغل فيلم الملحد علشان يبث سمومه، وده اللي عبر عنه كاريكاتير نشر النهارده على السوشيال اهو، فيلم الملحد. الخلاصه يا حضرات، احنا مش ضد الفن خالص، ولا شفنا فيلم الملحد عشان نحكم عليه، ولا بنقول لك روح او ما تروحش. اي حاجه هي دي مسؤوليتك الشخصيه، زي المقاطعه للمنتجات اللي مع العدو واللي مع الاحتلال، دي مسؤوليه شخصيه. انت عايز تقاطع، ده موقف بتاعك. المرحوم مصطفى درويش الممثل المصري لما اعتذر عن الفيلم، ما حدش قال له اعتذر، وكان هياخد منه فلوس، بس هو اعتذر عشان شخص ابراهيم عيسى. دي مسؤوليه، دي قيمك انت، بتاعتك انت، حدش يقدر يقول لك اعمل ولا ما تعملش. انا ما شفتش الفيلم، كونك تروح او ما تروحش ده مسؤوليتك انت. انت بتصرف قرش انت عارف انك هتحاسب عليه، فانت روح اتحاسب بقى. تذكره سينما انت بتتحاسب عليها، مش مجرد تذكره كده ب 50 60 جنيه هتضيع، لا، ده انت هتتحاسب عليها. انت روح او ما تروحش. لكن احنا مشكلتنا مع واحد زي ابراهيم عيسى، والحاله اللي بيمثلها ابراهيم عيسى، والافكار اللي بينشرها ابراهيم عيسى في المجتمع. إبراهيم عيسى مش بيتحرك من نفسه، لكنه أداة في إيدين ناس من مهمتها ضرب الدين ونشر الفكر الإلحادي في مصر علشان يهدموا ثوابت الدين في نفوس المصريين. وبكده يبقى سهل زي ما قلنا في المقدمة نشر كل فكر شاذ مش متوافق مع مجتمعنا المتدين فعلا، سواء مسلم أو مسيحي. وإذا كان في الفيلم واحد ضغط على ابنه وكرهه في الدين، ففي في واحد مسيحي ضغط على ابنه وداه الكنيسه وقعد يوديه مدارس الاحد لحد ما كره الدين، هتلاقي هنا وهنا.
هل دي حالات نعمل عنها فيلم؟ احنا بس حابين نحذر منه في البرنامج ده وننبه كل المصريين انهم ياخدوا بالهم من ولادهم، او مش ياخدوا بالهم انك تمنعه او لا، مش دي الطريقة، انما فهموا ان كل شيء مسؤولية شخصية. عايز تحمل مسؤولية ده تحمل مسؤوليته. ابني عند ابنك الفكرة دي، انه يبقى عنده زي مصطفى درويش كده، اللي ربى مصطفى درويش رحمة الله عليه ربى فيه القيمة دي. اه فنان، اه بمثل، انما عندي ديني لا. اللي ربى فيه الحكايه دي ابوه وامه. انت ربي في ابنك القصه دي، ربي فيه انه ياخد مضاد حيوي ضد ابراهيم عيسى واللي زيه، لانه الفكره سهله وحلوه. مفيش دين، اعمل اللي انت عايز تعمله يا راجل. اه مفيش دين، اعمل اللي انت عايز تعمله. وبالتالي هتعمل ده عشان تسكت حاجه واحده بس، الوازع، الضمير اللي جواك. تلبس تقلع تشرب تلبس تقلع تشرب مخدرات تعمل اي حاجه في الدنيا انت عايزها، انت حر. ما هو اصلا ما فيش اله. هي دي حلاوه الفكره، انه الضمير اللي جواك اللي ممكن يتعبك مات، وده اللي عايزه ابراهيم عيسى.